برا تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حارثة بن سراقة رضي الله عنه صحابي غلام صغير بارا بأمه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في طاعة الله عز وجل على الرغم من صغر سنه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى الخروج في غزوة بدر الكبرى ذهب هذا الغلام الصغير إلى أمه حتى يستأذنها، وكانت هذه الأم ليس لها في هذه الدنيا إلا هذا الولد حارثة ابن سراقة رضي الله عنه، هو حياتها في هذه الدنيا، هو روحها أنفاسها، ليس لها في هذه الدنيا إلا هذا الولد، وكان بارا بها تفانيا في خدمتها يسعى في إرضائها في كل شيء. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى الخروج لاغتنام القافية يوم غزوة بدر ذهب هذا الغلام الصغير إلى أمه حتى يستأذنها في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحاول في أمه يقبل رأسها يقبل يدها حتى وافقت على مضض. خرج رضي الله عنه مع جيش المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا الخروج مستبشرا بهذا الخروج وهذا الفضل من الله عز وجل. فلما وصلوا إلى أرض بدر أرض المعركة ذهب هذا الغلام إلى بئر بدر حتى يأخذ ماء، فوصل إليه سهم من أحد الصحابة بالخطأ فضربه فقتله. فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون عادوا إلى المدينة، كان في استقبالهم أهل المدينة جميعا قد خرجوا في استقبال هذا الجيش المنتصر، الرجال والنساء الكبار الصغار، وكان من ضمن من خرج أم حارثة رضي الله عنها، خرجت مع هذه الجموع تبحث عن ابنها عن فلذة كبدها حارثة، تنظر بين هذه الجموع القادمة تنظر على ضعف بصرها وعلى ضعف حالها لعل حارثة أن يقدم عليها. فلما وصلت جموع الصحابة العشرات بدأت تتوافد وهي تنظر للأمهات تستقبل أبنائها وتنظر للأولاد في أحضان آبائهم، الآباء مع أولادهم تنظر إلى حارثة بينها لم ترى حارثة، فأصبحت هذه المرأة العجوز كبيرة السن ضعيفة البصر تبحث عن ابنها بين هذه الجموع وقد شرقت عين العجوز بدمعها، فتنظر من بين الجموع وتكتم. فلما مر بها أحد الصحابة سألته قال نعم أنت أم حارثة؟ قالت نعم أنا أم حارثة. قالت قتل. قالت استشهد، هي الآن فقدته لكن فرحة باستشهاده، استشهد؟ قال لا أعلم، أتاه سهم من أحد الصحابة فلا أدري أهو شهيد أم لا. فلما سمعت هذا الأمر هو الآن قتل ليس حيا ولا شهيدا، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن تكن الأخرى يعني في النار لترين ما أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي أهبلتي أو هبلتي أو جنة واحدة ليست جنة واحدة إنما هي جنان، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى من الجنة.